اول حاجه كنشكركم وكنشكر قناه شوف تي في على الاستضافه. خويا كلشي فيا مريض، حتى حاجه ما فيا صحيحه، كلشي مريض. اشنو كيضرك؟ شنو كيضرك؟ كنحس براسي كلي مريض، ما فيا شي حاجه اللي صحيحه. كيضرني المعده، اطيب بحار ومعاها كضرني، عندي فقر الدم، عندي سياتيك في ظهري، عندي واحد العرق تيتبوش لي في رجلي، عندي الحساسيه ديال المناخر وديال الازماتيك، كلشي فيا ما كاينش شي حاجه اللي تقول صحيحه. والاطيب بحارو معايا وكيهبط لي الدم من مناخري، يلا هاد شي 3 ايام هبط لي الدم من راسي، من هنا من مناخري. ما عرفتش واش مريض وانا اطيب، عييت كنمشي ما تقهرت. راه من 2017 راه ماشي سهل. من 2017 وانا تنجري وانا غادي جاي شي طرق سبيطار. والو الحل ما كاينش الحل. المعده درت على تيو شي 3 مرات، كل واحد واش يقول؟ شي يقول لك راه عندك فيها حبوبات، شي يقول لك عندك طايبه ليك، شي يقول لك طايبه لك بحشيشه. كل واحد واش كيقول لي داك الشيء دوخ لي راسي. كل واحد يقول لي شي 3 الاطباء، واحده قالت لي عندك فيها حبوبه، واحده قالت لي عندك فيها 3 اختصاصيين. شي واحد قال لي طايبه ليك، خاصنا كورسان ديال التيور قلبوها. كل واحد واش يقول؟ ما عرفتش غندير ليها وما نكذبش عليك، خسرت فلوس عليها، ماشي فلوس صحيحه، ماشي 40000 ولا 60000 ولا تسلبت عرام ديال الفلوس عند الناس وشي يوقفوا معايا فيه شي محسنين الله يجازيهم بخير. مؤخرا قال لي واحد الطبيب عندك واحد لاقتي تيتحبس لك، كيتحبس لك ليه الدم. دابا راه حاليا كندير عليه في الترويد، غنشوفوه نكملوا الترويد نشوفوه الا تسرح ما تسرحش، غنعاود نشوف شي طبيب اخر. والمعدة كيف قلت لك ما بقيتش باغي الضغط، اصلا راسلت على وزارة الصحة باش يساعدوني عليها وما جاوبونيش. واخا جاوبوا لي داكشي اللي جاوبوني عليه، ماشي دا هو اللي مشيت عندهم عليه الرباط. صيفطوا لي الدوسي هنا للمندوبية، كيتفلاو عليا سير هنا سير عند الطبيبة. شافني واحد الطبيبة عندهم تما، عطاتني واحد السيرو بيض، هذاك السيرو انا كناخذو بلا ما نمشي عندها كاع. خويا انا كنقول المحسنين ما باغيش شي حاجة، انا العيشة حنا عايشين باش نقسم الله. بغيتهم يعاونوني غير على ود العلاج، لانني العلاج ديالي كيكلفني مصاريف كثيره شهريا. شهريا تيكلفني مصاريف كثيره، على الاقل يخصني واحد 2000 درهم ولا اكثر هذه شهريا، وانا ما استطعتيش، ما خدامش، عزيز على الخدم على الخدمه من نوع، لان الاطباء عاطيني العز دائما، ما نبقاش نخدم. لا لان الصحه ديالي ما تخلينيش نخدم، ما نقدرش، انا وليت تنعيا وتنسخف. انا دابا نايض بز مني، علاش؟ حيت ما كاينش اللي كينوضني يديني للسبيطار. اللي قلت لي عاود معايا للسبيطار تيقول لي سير انا ماني بسالي ليك، لا خوتي ولا اي واحد تقول لي عاود معايا للسبيطار. ماي حتى وقت اللي كاع، حيت المريض ما كيحس بيه حتى شي واحد، كيحس بيه الله سبحانه وتعالى والوالدين واللي مريض.